لي عدم الشرف أن أحضر معكم اليوم ولأول مرة فعاليات الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن. نريده فرصة لبعد وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. يشارك في هذه التظاهرة مجموعة من رجال الأعمال يعتبرون رواد في مجالات الصناعة والزراعة. أتوا لاستشراف السوق الأمريكية انطلاقا من واشنطن والبحث عن شركاء بغية تسويق منتجاتهم وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في الجزائر.